يطالبوا بطالة متاعهم أكثر من 10 سنين. هذا اللي كان موضوعنا وبداية حوارنا مع سماد العيشي مساعد منسق تنسيقية الانتداب حقي. مهدي مرحبا مرة أخرى. وبيكون نتذر خاطر نحن في تناقل ماشيين إن شاء الله البارد به اليوم. أنا التساؤل الكبير إسكري موجود القانون هذا همش قولك عليش يصير العياري في تدوين ليلو وكتب حرفيا ماذا لو كان هذا القانون كذبة كبرى لم تتم دراسته ولا تتم دراسة تكاليفه أو سبل تنفيذه. ماذا لو كان مجرد بيعان ريح للمركب؟ بالنسبة للقانون هي تم هي نبدأ لسان القانون هذا وقعت عن طريق اللجنة التربية اللي اتصلت كما قلت بجميع الجهات ما بين أعضاء من رئاسة الحكومة إلى جانب معناها الناس مختصة في القانون هذا، وهم أكدوا لنا إنه بالنسبة للتنوير راهو موجود، بالنسبة للموارد راهي موجودة، بالنسبة لشروط حكم التجميد من 2017 مع الناس اللي خارج ريتريت مع الناس اللي تخلف العمل نتاعهم بحكم الريتريت المبكر تم شغورات وتم زاد مطلبية للحكومة لسد الشغورات هذه باش ما تعطش مصالحها. بالنسبة لنا نحن المتابعة هذه كانت متابعة علنية عن طريق الإذاعات عن طريق الميديا عن طريق التواصل الاجتماعي. ما حتى التدخل من الناس هذا من الولايات السياسيين العياري كان يدخل من أول تحرك لينا كان نجم ينصح كان ينجم جاهز موقف ما فهمش علاش في الدقيقة 90 تصير هالتدخلات هذه ولا المداخلات ما عرفش شنو النية منها. وإذا فعليا يا مهدي يتنقش شوية القانون هذا كان مش يتم انتداب كل واحد راه عنده أكثر من 10 سنين في الوظيفة العمومية وقتها راه مش لقاو عدد كبير نتاع الانتدابات. لا شوف هو تم تدارس الكريتير اللي باش يوقع عن طريق من الابتداء. فما ناس الوظيفه الخاصه مش باش تتبعوها. فما ناس معناها عملت مشاريع، فما ناس معناها خرجت لبرا ومش قاعده زاد تتابع. فما سوء كتابه زاد راهو اليوم في مشروع القانون هذا ماهوش واضح برشا. في الفعليه بعد في تطبيقه يمكن مثل اشكال صغير. بالضبط هاني قلت لك هي راهي الوقت اللي تعاد الجلسه العامه راهو قاع المشاورات مع جميع الجهات. معناها وقت يجي انسان يعمل مداخله نوعيه هذه ويعطي رايه بالطريقه هذه بالاسلوب هذا في التوقيت هذا بصراحه الحكايه ماشي بارئه. انه هو بالقسم حسن ولا سي عبيد زاد راهو احسن من التمثيل الاعلامي يحكوا باكثر من علاش باهي نحن عندنا التواصل الاجتماعي سياسيين عرفوا في الفيسبوك كان ينجم يعرج على النقاط هذه وكان ينجم يعرج على المسائل هذه. لكن كانت الامور واضحه كانت الناس كلها تبارك وكانت الامور معناها ماشيه بطريقه معناها كانت تفرح العباد وكانت معناها بوادر طيبه للقانون سواء من سنه سواء من رصد الاعتمادات سواء زاد من تجنيد كوادر الدوله واجهزه الدوله والحكومه والجمعيات والمنظمات والمساند والمبادره هذه. مهدي اللي حبيت نفهموا حاجه اخرى تو انتم متوجهين كتنسيقيه الى مجلس نواب الشعب. بلاش نشعر بكذا متوجهين كتنسيقيه متوجهين الى باردو ان شاء الله. هي عندنا وقفه ثانيه اليوم باش نشوفوا مزاده والتساؤلات اللي طرحها السياسيين العيار زاده باش نعاودوا نطرحوها باش نطلبوا النواب نتاع الجهات نتاعنا باش يوضحونا علاش توا ظهرت الافكار هذه وتوجيه المبادره بالطريقه هذه للصنف هذا وان شاء الله نلقى تجاوب وان شاء الله نلقى تفاعل. في بالك بالمراسله اللي كانت صدرت مع السيد الياس فخفاخ رئيس الحكومه؟ بالضبط هي شوف هي راهي الملاحظه هذه قالها سي مخلوق. سيد الدين مخلوق. خلنا نقرا جزء وبعد اعطيني تصريح كامل. نقرا جزء من المراسله وحيث ان الانتداب موضوع مقترح القانون المذكور سيترتب عنه حتما انعكاس مالي كبير وهو من شأن الإخلال بالتوازنات المالية للدولة وباعتبارها غير مبرمجة بالميزانية وستؤدي إلى إضافة أعباء جديدة فإننا ننهي إلى علمكم أن مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي ونظرا لما سبق ذكره يتطلب تنسيقا مسبقا لتوفير وبرمجة موارد مالية إضافية واعتمادات لتخطيط الكلفة المالية الباهظة لهذه الانتدابات. عندي ملاحظات بالنسبة للموضوع هذا. وقع الوقت اللي وقع لتجميد الانتدابات في 2017 فعليا صارت انتدابات يعني كونتراتوات محافظة حزبية كانت معناها ناس تستخدم في قواعدها ناس تستخدم في ناسها. المعلومة هذه نص هذه مفصل 63
اللي يحكي على معناها اذا اسقط العمليه الانتداب ولا اي حكايه أنا دستور أنا مقترحات قوانين المتقدمة من ويب لا تكون مقبولة إلا إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية. بالضبط، ولكن الانتدابات قاعدة تصير، الانتدابات راهي قاعدة تصير، الناس قاعدة تخدم، قاعدة تدخل تخدم، على الأساس. نجم حتى نعطيك ملاحظة راهو، فما حتى ولاية القصرين، علاش الاعتصامات في القصرين بالطريقة هذه؟ علاش معناها فما ناس عندها توا أكثر من 100 يوم وأكثر زاد من 6 شهور تنسيقيات مختلفة قاعدين معتصمين في تونس وقدام الولاية حتى 3 سنين لخاطر عباد قاعدة تدخل راهي بصورة تبقى معناها كيفاش قاعدين يدخلوا وقت اللي سيد كيفاش قاعدين يدخلوا يا مهدي وقت اللي سيد يوسف قال سيتم تجميد أي انتدابات في الوظيفة العمومية على امتداد 3 سنوات. بالضبط هذه الإشكالية راهي مش موجودة من تو، الإشكالية موجودة من 2017 من قبلها، الناس قاعدة تدخل بطريقة ما نعرفش اقل ما طلع عنها طريقه معناها تعتمد على الفساد وما فهمش اخلاقيات مهنه، ما فهمش حتى شفافيه للناس اللي عندها حقوق وهم مواطنين وعندهم دستور في التشغيل وحفظ الكرامه. انا واحد من الناس اللي انا حكيت معاه قلت له اعملوا جرد، انتم جمدتوا انتخابات من 2017 اعملوا لنا جرد اللي دخلوا الوظيفه العموميه تكتشفوا العدد اللي هو اللي قاعد يدخل. ثم انتدابات، ثم شغورات وفي مناصب هامه في اماكن هامه. كان ينجم يسمعونا، قلنا هم يحبوا على التمويل، يحبوا على المصادر نتاع التمويل، نجموا يسمعونا، عندنا لهم مقترحات وعندنا لهم افكار وان شاء الله ما تلقى كل القبول. مهدي العايشي مساعد منسق تنسيقيه الانتداب حقي الحقيقه، نشكرك على تدخلك معنا. موضوع للمتابعه في نجمه الصباح بعد الموسيقى مع منى باش نقرا لكم لي كومنتير في صوره اليوم، ما تبعدوش انا رجعي. ابدا نهارك مرتاح واسمع نجمه الصباح.